بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. رجعنا لكم بحصة جديدة من حصص التأسيس لجيل 2005. بعد الحصص اللي أخذناهم الحصة الماضية أو فيما سبق عن الكسور والمقادير الجبرية، اليوم صار لازم نتطرق لموضوع كثير مهم بيعانوا منه الطلاب للأمانة، اللي هو تحليل المقادير الجبرية. طبعا هاي تحليل المقادير الجبرية ترى مرت علينا كثير، يعني مش جديدة الموضوع علينا، لكن طريقة التحليل وطريقة كيف الطالب يعبر عنها للأسف مفقودة عند بعض طرق التدريس. فعشان هيك اليوم إن شاء الله راح نعرضهم مع بعض سوا ونشوف شو المشكلة بهاي الطريقة. بدي أدخل على البورد، ما بدي الدوسية، لأنه للأمانة الموضوع هذا كثير مهم والطلاب لازم يكونوا فل أوبشن فيه. فعشان هيك بدي أبلش أنا وياكم نأخذ خط أكبر مثلا هيك. كود تمام، شكرا. الآن نيجي مع بعض على أول شغلة، فرق بين مربعين أو أوكي. الفرق بين مربعين، أول شيء شو يعني كلمة الفرق يا شباب؟ كلمة الفرق تعني، عشان نكون عارفين بالرياضيات، كلمة الفرق بالرياضيات تعني إيش؟ تعال نفهمها. لو كان طولك أنت 160 مثلا وأنا طولي 170، أنت طولك 160 وأنا طولي 170، وقلت لك قديش الفرق بين طولي وطولك، بتقول لي مباشرة 10. لكن أنت شو اللي عملته؟ كيف طلعت الفرق بينه وبينك؟ طرحت ال 170 من ال 160 فصار الجواب 10. بقول لك صح 100%. عشان هيك حبايبي الفرق دائما في الرياضيات ناقص. شو يعني كلمة فرق؟ ناقص. الآن مربعين، المربعين بتعني اكس تربيع الاكس تربيع والواي تربيع. فعندي الفرق بين مربعين اكس تربيع ماينس واي تربيع، يعني دائما لازم يكون ناقص، والمربعين يعني مربع كامل ناقص مربع كامل. هلا شو يعني مربعات عشان نعرف؟ المربع يعني واحد تربيع قديش؟ واحد، صح؟ اثنين تربيع قديش؟ أربعة. ثلاثة تربيع قديش؟ يعني ثلاثة ضرب ثلاث، مش ثلاثة ضرب اثنين، دير بالك. ثلاثة ضرب ثلاث تسعة. أربعة تربيع، أربعة تربيع شو بتساوي؟ 16. أيضا خمسة تربيع شو بتساوي؟ 25. ستة تربيع شو بتساوي؟ 36. تمام. شو في كمان؟ في سبعة تربيع شو بتساوي؟ سبعة ضرب سبعة 49. في ثمانية تربيع شو بتساوي؟ 64. في طالب بيقول لي ليش تكتب الأرقام هاي؟ طبعا الطالب مفروض يكون حافظ جدول الضرب. يا أخي أنا بدي أعتبر أنك مش حافظ جدول الضرب، بدنا نحفظه أنا وياك. تسعة تربيع عشان إن شاء الله بس تطلع من هاي الدورة ونفوت على البطاقة نكون مؤسسين صح. طب أستاذ هاي الأشياء بنلاقيها بالبطاقة؟ على فكرة بتلاقيها بالبطاقة، يعني حتى طلاب التوجيه اللي قاعد بشرح لهم بمادة التوجيه، لو لا سمح الله طرقنا الموضوع في التأسيس ولقيت إنه عاجز أو ضعيف فيه شوي، مباشرة برجع بعيد لي إياه. فما راح أقصر معاكم لا ببطاقات التأسيس ولا ببطاقات العادية بإذن الله تعالى. العشرة تربيع قديش؟ 100. هذا يعني بدي تقريبا الأرقام من 1 إلى 10 الأكثر شهرة، يعني بين الأرقام اللي بدي إياهم بين الفرق بين مربعين أو مجموع مربعين. تعالوا نيجي نحلل بالله. الآن أول شغلة، لو حكينا حلل ما يلي إكس تربيع ماينس 9 مثلا، وبدي أجي أحللها، لازم أنتبه إنه هذا فرق. الفرق يعني شو؟ ناقص. طيب هذا ناقص، الاكس تربيعه 9 مربعين ولا مش مربعين؟ مربعين. بما انه عندي مربعين، باجي لما بدي اجي احلل اي شيء تربيعي في الرياضيات بفتح قوسين صغار. شو بفتح؟ قوسين صغار. طيب بتيجي انت الان لما بدك تفرض الاكس تربيع الدينار، شو بدك تفرضها؟ نصين. الاكس تربيع شو بدك تفرضها؟ اكسين. يعني بتحط لك اكس هون يا معلم وتحط اكس هون. السالب شو تحليلها؟ سالب في ايش؟ في موجب. التسعة ثلاث في ثلاث، وهيك انا بكون حللت هذه على نمط الفرق بين مربعين، لانها هي فعليا فرق بين مربعين. كمان مرة لو حكينا السؤال الثاني، هاي السؤال الاول، السؤال الثاني، لو حكيت لك 16 ماينس اكس تربيع وبدي اجي احلل هذا السؤال، طيب اول شو بنعمل؟ نتأكد انه هو فرق يعني ناقص، ومربعين 16 4 في 4 والاكس تربيع اكس في اكس.
اذا هي فرق بين مربعين. نيجي نفتح قوسين، 16 4 في 4، السالب سالب في موجب، الاكس تربيع اكس في اكس. هيك بنكون حللنا فرق بين المربعين بنظام التحليل. نيجي على الثانية او رقم 3. لو حكينا حبايبي مثلا 25 ناقص اكس تربيع، هسا في طالب بيقول لي استاذ طب انا بعرف انه 25 ناقص اكس تربيع فرق بين المربعين، بقول له تمام. بيقول لي انا بس بدي احللها بطريقه ثانيه، بقول له كيف؟ بيقول لي يا استاذ انا بدي احط اكس اكس. اول شيء بحكي له غلط، لانه يا حبايبي دائما اذا بلش السؤال بال25 لازم انت تبلش تحليل بال25، يعني زي ما هو ماشي السؤال زي ما انت بدك تمشي زي نفس النمط. فالان ال25 شو تحليلها؟ 5 في 5 ما بصير تبلش فيها. السالب شو تحليلها؟ سالب في ايش؟ في موجب. الاكس تربيع شو تحليلها؟ اكس في اكس، تمام؟ فهاي صارت تحليل الفرق بين المربعين، حللناها بالترتيب زي ما هو عامل للسؤال. نيجي على السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده شو بحكي لي؟ بحكي لي يا ربابعة لو كان في عندك x plus 1 تربيع ماينس مثلا ايش؟ 1 ماينس 1 هيك. بيجي الطالب بيقول لي استاذ هاي مش فرق بين المربعين، بقول له تمام. بيقول لي ليش؟ بقول له ليش؟ بيقول لي يا استاذي العزيز انت عندك ثواني الحمد لله. يا استاذ العزيز انت عندك الاكس ما عليها تربيع، بقول له تمام. بيقول لي طب ما بصير تحلل الفرق بين المربعين، بقول له طيب ماشي بس اطلع على القوس كلياتها شو عليه؟ القوس عليه تربيع، اذا هو مربع كامل. اذا هو شو؟ مربع كامل. طيب بما انه استاذي مربع كامل معناته هو فرق بين مربعين، طبعا الواحد اكيد مربع كامل اللي هي واحد في واحد، اذا هي فرق بين مربعين. لكن هذا التحليل بنسميه تحليل الفرق بين المربعين بنظام الغرف. بنظام شو يا استاذ؟ بنظام الغرف. كيف يعني؟ بفتح لي غرفتين لانه هذا الغرف كبير شوي، بقول القوس تربيع القوس في القوس x plus 1 و x plus 1 تمام. السالب شو تحليلها؟ السالب في شو؟ في موجب. طب الواحد شو تحليلها؟ واحد في واحد، تمام تمام. الان انت وانت تدرس بالبيت لما تيجي بدك تبلش دراسه مثلا، دائما انا لما بدي ابلش دراسه لازم اول شيء ارتب الغرفه، ما بعرف ادرس بجو مش مرتب، فاكيد انت حترتب الغرفه. نفس النظريه هون، انت بما انك حللت فرق بين المربعين بنظام الغرف بدك ترتب الغرفه. كيف بدي ارتبها؟ بفتح الغرفه الاولى بقول الاكس بتنزل بتجمع العدد مع العدد، 1 ناقص 1 0، اذا خلص اكس فيش داعي احط، اذا هو اكس لانه صار زيرو، واحد ناقص واحد واحد. طيب نيجي على الغرفه الثانيه نرتبها، الاكس بتنزل 1 بلس 1 بلس 2، وهيك بكون رتبت الغرف واعطيته الاجابه النهائيه بشكل انيق. نيجي على كمان سؤال، نيجي على كمان سؤال. السؤال الثاني لو حكينا اكس بلس 2 الكل تربيع ماينس مثلا 36، الطالب يا مسكين اللي بيحكي انه هاي مش فرق بين مربعين، طلابي شو بحكي له؟ لا فرق بين مربعين، لكن شو النظام اللي بنشتغل عليه؟ نظام الغرف، لانه القوس عليه تربيع. بنيجي بنفتح غرفتين بنقول القوس تربيع القوس في القوس، السالب سالب في موجب، 36 6 في 6. طيب الآن يا حبايبي هذه الغرفة الأولى، الغرفة الأولى بننزل فيها الإكس، شو بننزل فيها؟ الإكس. بنقول موجب 2 ماينس 6 ماينس 4، بنجمع الأرقام مع بعض. طيب اللي بعديها الإكس بتنزل، موجب 2 بلس 6 بلس 8 اللي هي زائد 8، وهيك بنكون حللنا فرق بين المربعين بس بنظام ايش يا استاذ؟ بنظام الغرف.
نيجي على السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده وبدي أركز فيه شوي. لو حكى لي 100 أو 1 بيرسون اللي هي ماينس 3x بلس 1 الكل تربيع. حلو ممتاز جدا جدا. المية مربع كامل اللي هي 10 في ايش؟ في 10. القوس شو عليه؟ تربيع. إذا هي فرق بين مربعين. شو اسمه النظام؟ الغرف. بنيجي بنفتح غرفتين. شو بنفتح أستاذي؟ بنفتح غرفتين. هاي الغرفتين أحلى غرفتين. وبنقول الآن يا أصدقائي الأعزاء المية 10 في 10، وزي ما اتفقنا قبل شوي ما بيصير تحلل القوس أول شيء زي ما هو مرتب السؤال. عامل لي 100 أول شيء بتقول 10 في 10. السالب سالب في موجب. سالب في إيش؟ في موجب. القوس تربيع. القوس 3x بلس 1 و3x أيضا بلس 1 نفس القوس موجود هون هون. طيب في طالب بيقول لي حلو، بقول له الآن بس انتبه للقوس. لشو تنتبه للقوس؟ هذا القوس شو في قبلي؟ سالب. إذا كان في قبلي سالب أول إشي لازم أدخل إشارات على القوس لأنه هذا مش قوس حر. يعني بدي أدخل الإشارة هون وبدي أدخل الإشارة هون. طيب السالب إذا بيدخل على قوس أو بيدخل على أي عبارة بيغير كل إشاراتها، بيعكس كل إشاراتها. يعني لما يفوت بيعكس كل الإشارات، السالب بتصير موجب والموجب بتصير سالب. كيف يعني يا أستاذ؟ هلا العشرة تركها ما عليها أي كلام. السالب 3x بتصير سالب 3x، وهاي موجب واحد شو بتصير؟ سالب واحد. حلو نيجي على الغرفة الثانية. العشرة بتنزل، بدي أدخل الموجب. الموجب شخص مسالم جدا ما بيأثر ولا بيغير إشي، بيظل زي ما هو. موجب 3x وموجب واحد. إذا شو هو المشكلجي اللي بغير كل الإشارات؟ السالب، بيعكس كل الإشارات. الآن ما بصير يا أستاذ تقول لي 10 10 ناقص 3. غلط. حسب ما أخذنا في الحصة الماضية إنه ما بصير تطرح عدد حر من معامل X. عدد حر بده عدد حر زيه. يعني بدك تيجي تقول لي 10 ناقص 1 قديش؟ 10 ناقص 1 قديش؟ 9 ناقص 3X بتضل زي ما هي. وأيضا العشرة زائد 1 11 زائد 3X، وهيك أنت بتكون بطل وفخم. هذا هو الفرق بين مربعين. تعالوا نيجي الآن مع بعض لهذه الأسئلة، مجموعة الأسئلة اللي اخترت لك إياها في الدوسيه. نيجي سوا بالله نصغر الخط شوي ونعمل لون. شو بتكون لون؟ أخضر مثلا أو أزرق أو أخضر أو أزرق. خلاص الآن نيجي على السؤال الأول. طبعا طلع قديش حاط لك مسائل، حاط لك مسائل كثيرة على تحليل الفرق بين مربعين. X تربيع ناقص 9، فتحت قوسين. طبعا أنت حللها لحالك، غطى على الإجابة وحل بعدها شيل إيدك. إذا حلك صح ممتاز جدا كمل على السؤال الثاني. إذا حلك غلط ممتاز أكثر وأكثر. ليش؟ لأنك راح تعرف الصح وراح تتعلم. ها؟ فأنت لا تزعل لما يكون حلك غلط. هذا في الرياضيات، اصبر اصبر اصبر. العلم ما بنجاب بيوم وليلة ولا الرياضيات بنجاب بيوم وليلة. بدك وقت لحتى تتعلم الرياضيات، بدك تتعب لحتى تتعلم الرياضيات. لو العلم سهل عند الكل موجود علم، لكن العلم صعب وصعب إنه الواحد يحصل عليه. لكن إذا حصل عليه بيكون ملك. أنت بتكون ملك بالصف اللي قاعد فيه، ملك في المادة اللي قاعد تدرس فيها، عارف متمكن يعني. ها؟ أما الطالب الضعيف للأسف راح يضل ضعيف. فعشان هيك بقول لك لما تحل بالدوسيه، الدوسيه كلها محلوله، نزلها بي دي اف وروح صورها من اقرب مكتبه او المكتبات اللي فيها جو اكاديمي، راح تلاقي الدوسيه موجوده فيها. اول شغله يا حبيبي بس تيجي تحل السؤال بتغطي ايدك وبتحل السؤال. حليت غلط؟ لا، في مشكله. بترجع بتشوف شو الصح وبترجع تحل سؤال ثاني وبتضل تشتغل لحتى تصير تحل صح لحالك. فالموضوع بسيط جدا، مشوار خفيف لطيف سعيد، ما تعقدوها لا علينا ولا عليكم. هاي كثير مجموعة من الأسئلة اخترتها إلكو عشان تحلوها. طبعا
مش غلط لو تدربتوا عليها. واي سؤال غير مفهوم بقدر ما اني اجاوبك على الواتساب اللي رقمي محطوط في الدوسية. طيب في ملاحظة انا نزلت هون عشان اوجد هاي الملاحظة، مجموع المربعين لا يحلل، يعني لو كانت x تربيع بلس 9 مش ماينس 9 الفرق اخذنا، لكن x تربيع بلس 9 لا تحلل، بدك تدير بالك من هذا الاشي. فx تربيع بلس anything number مباشرة لا تحلل، يعني اذا كان في عندك يا صديقي العزيز x تربيع وكانت زائد مش ناقص، هذا مش فرق بين مربعين، فهاي ما تحاول تحللها نهائيا. نيجي الان مثلا x تربيع زائد 4، شوف هذه لا تحلل، تركها هاي زي بلوك 1، يعني واحد زي ما هي مربع واحد ما بتقدر انك تبلش فيها او تحللها، فرق بين مربعين. والاكس تربيع زائد 9 طبعا هاي من المسائل اللي كنا ناخذها بالصف الثامن والتاسع والسابع، كنا نقول اذا المميز اكبر من صفر بتتحلل الجذرين مختلفين، اذا المميز يساوي صفر تتحلل الجذرين متشابهين، اذا المميز اقل من صفر لا تحلل. فانت يعني بغنى عن هاي الافكار، لكن انا بقول لك اذا كانت مجموع مربعين دائما في الرياضيات لا تحلل صديقي، فعشان هيك ان شاء الله انه لما تلاقي معاك بالامتحان سؤال مجموع مربعين ما تحاول تحلله. نيجي الان على الموضوع اللي بعده، الموضوع اللي بعده اللي هو شوف الموضوع اللي بعده اللي هو ايش، اللي هو يا صديقي الفرق والمجموع بين مكعبين. طيب اول شغله لما تيجي على الفرق والمجموع بين مكعبين بتكون عبارة عن x تكعيب بلس اور ماينس y تكعيب، يعني يا زائد يا ناقص عادي، التكعيب بتحلل فيه اي شيء زائد او ناقص، مش زي التربيع، التربيع الفرق بتحلل الناقص لكن الزائد لا يحلل، اما التكعيب الزائد والناقص فيهم بيتحللوا. فانت يا امور يا شطور بدك تيجي تحلل الفرق بين مكعبين، بتفتح قوس صغير وقوس كبير، هذا القوس الصغير اسمه قوس الاصل، شو اسمه؟ قوس الاصل. بتيجي شو اصل الاكس تكعيب؟ اصل الاكس تكعيب يا استاذ جاي من اكس، الزائد اذا كانت زائد بظل اصليه زائد، واذا كانت ناقص يعني اذا كانت زائد او ناقص بظل اصليه زي ما هي. الواي تكعيب، الواي تكعيب اصلها واي، فهذا قوس الاصل، يعني اذا كان في عندي اكس تكعيب شو اصلها؟ اكس، الواي تكعيب واي، فبتنزل نفس الاصول بالقوس الصغير اللي هو قوس الاصل. القوس الكبير يا صديقي العزيز عباره عن اكس تربيع، هلا هاي الاشاره عكس، يعني الاول تربيع الاشاره اللي هون عكس الاشاره، اذا كانت هون زائد بتكون هون ناقص، اذا كانت هون ناقص شو بتكون هون؟ زائد. اللي بالنص الاول ضرب الثاني، طلع موضح لك الاول ضرب الثاني، الاشاره الاخيره دائما زائد، الاخيره واي تربيع اللي هي الثاني تربيع. بقدر ترى ما احكيهم بشكل لطيف، قوس صغير اللي هو قوس الاصل والقوس الكبير، الاول تربيع، اسمع الاول تربيع عكس الاشاره، الاول في الثاني دائما زائد الثاني تربيع، الاول تربيع هذا القوس الكبير، الاول تربيع عكس الاشاره، الاول في الثاني دائما زائد الثاني تربيع. بس هذه هي، وهيك بنكون امورنا تمام. تعال نشوف مثلا، طبعا قبل ما نشوف خلينا ناخذ زي ما اخذنا بالتربيع، واحد تكعيب اضرب الواحد في نفسه ثلاث مرات، واحد ضرب واحد ضرب واحد اكيد الجواب واحد، اثنين تكعيب الانسر 8، ثلاثة تكعيب 3 ضرب 3 ضرب 3 27، الاربعة تكعيب كم من اربعة تكعيب استاذي؟ الاربعة ضرب اربعة 16 ضرب اربعة 64، احفظوهم هذول. واخر واحدة اللي هي المشهورة عندنا في مادة الرياضيات الادبي، خمسة تكعيب 125، 125، هذول الخمس ارقام بستخدمهم او المشهورات بالمكعبين. تعالوا نشوف مع بعض كيف بدنا نحله. اول شغلة حبايبي الاكس تكعيب، هاي فيها اي لون يا اخي هذا؟ طيب هذا ومنحكي هيك، لا مش هيك، استنى هيك، هيك بصير اكس تكعيب، اكس تكعيب ناقص 8، الاكس تكعيب مكعب والناقص
فرق، والثمانية ايش؟ برضو مكعب كامل اللي هي 2 ضرب 2 ضرب 2. بتيجي بتفتح قوس صغير وقوس كبير، قوس صغير وقوس ايش يا حبايبي؟ قوس كبير. القوس الصغير بتحط فيه اكس ماينس 2 اللي هو الاصول، مش هذا الاصل؟ هذا الاصل. الاكس تكعيب شو اصلها؟ اكس. الناقص شو اصلها؟ ناقص زي ما هي. الثمانية شو اصلها؟ ثمانية هي 2. الاول تربيع، اكس تربيع. عكس الاشارة، يعني لو كانت ناقص شو بصير؟ زائد. الاول في الثاني 2 اكس دائما زائد هاي الاشارة، الثاني تربيع 4. بس هذه كمان سؤال. اكس تكعيب بلس 27، طب زائد في التكعيبي؟ اه بتحلل. قوس صغير قوس كبير مباشرة. قوس صغير الاصل وقوس كبير. القوس الصغير اصل الاكس تكعيب اكس بلس بظل بلس، اصل ال 27، اصل ال 27 قديش؟ 3. طيب الاول تربيع اكس تربيع عكس الاشاره، اذا كانت زائد شو بتصير؟ ناقص. الاول في الثاني 3 في اكس دائما زائد الثاني تربيع، 3 تربيع 9. اللي بعديها 125 ناقص اكس تكعيب. منيجي ال 125 مكعب كامل؟ اه مكعب كامل هيها 125 اللي هي اصلها 5، والاكس تكعيب اصلها اكس، فهي فرق بين مكعبين. المكعبين قوس صغير وقوس كبير. نيجي نفتح قوس صغير وقوس كبير. الصغير اسمه الاصل، شو اسمه؟ الاصل. اصل ال 125 5، واصل السالب سالب، واصل الاكس تكعيب اكس، هذا قوس الاصل. الاول تربيع 25 عكس الاشاره زائد، الاول في الثاني 5 اكس دائما زائد، الثاني تربيع. تعالوا نيجي مع بعض، يلا مع بعض نحل هاي الاسئله. عندي السؤال بيحكي لي شو؟ بيحكي لي هذا السؤال بيحكي لي اكس تكعيب زائد 64. طبعا الاكس تكعيب مكعب كامل وال64 مكعب كامل، وبيناتهم زائد يعني مجموع مكعبين. بنيجي بنفتح قوس صغير وقوس كبير. الاكس تكعيب شو اصلها؟ اكس. اذا كانت زائد بتظل زائد زي ما هي. ال 64 شو اصلها استاذي؟ 64 4. يلا على الكلمات اللي بنحكيه. الاول تربيع اكس تربيع عكس الاشاره يعني ناقص بتصير. الاول في الثاني 4x، الاشاره الاخيره دائما زائد، الثاني تربيع. 4 تربيع قديش الايام هاي؟ 16. وهيك بنكون حلينا السؤال بكل وضوح. نيجي على السؤال اللي بعده. يلا انت وقف الفيديو شوي وحل لي هذا السؤال. تعال نشوف يا صديقي اذا حليت صح او غلط. اكس تكعيب ناقص 1 قوس صغير قوس كبير، اكيد فتحت عندك. شكرا. الاكس تكعيب شو اصلها؟ اكس. اذا كانت ناقص بتضل ناقص زي ما هي. الواحد شو اصلها؟ 1. الاول تربيع اكس تربيع عكس الاشاره زائد، الاول في الثاني 1 اكس دائما زائد، الثاني تربيع 1. طيب بدنا نعمل بنفس الطريقه هون. 27 ناقص اكس تكعيب. يلا وقف الفيديو وحل هذا السؤال ايضا. تعال فتحت قوس صغير وقوس كبير. ثانك يو. ال 27 شو اصلها؟ 3 ماينس الاكس تكعيب اكس. الاول تربيع 3 تربيع 9 عكس الاشاره زائد، الاول ضرب الثاني 3 اكس دائما زائد، الثاني تربيع اكس تربيع. وهيك بنكون طلعنا الاجابه بكل وضوح وبكل دقه. نيجي الان حبايبي على الموضوع اللي بعده، اللي هو كثير طلاب بيخربطوا فيه للامانه. الان بدي اجي على العباره التربيعيه انا وياكم على البورد الابيض عشان ناخذه من جديد ونعتبر انه احنا مش متاسسين فيه. العبارة التربيعية ما يميزها عن الفرق بين مربعين انه هي ثلاث حبات اكس تربيع
بلس اي اكس او اي اكس تربيع بلس بي اكس بلس سي. يعني بيكون في عندي اكس تربيع وبيكون في عندي اكس هاي حبتين وبيكون في عندي عدد ثابت بدون اكس. هاي اسمها في الرياضيات عبارة تربيعية. العبارة التربيعية مثلا لو كان في عندي اكس تربيع ماينس 8 اكس بلس 15. هذا السؤال من الأسئلة اللي في العبارة التربيعية. إذا بدي أحلله أستاذي لازم إني أول شغلة أعرف إنه المربعين قوسين صغار والمكعبين قوس صغير وقوس كبير. فهذا مربعين يعني قوسين صغار. طيب الإكس تربيع شو تحليلها؟ إكس في إكس. السالب سالب في موجب. وبتيجي آخر شيء ثواني والله ثواني نعيد عشان أحكي لكم شو صار. إذا الإكس تكعيب أو الإكس تربيع شو تحليلها؟ إكس في إكس. يا إخواني أول إشارة دائما تنزل مثل العبارة التربيعية. أول إشارة شو مالها؟ تنزل. كيف بطلع الإشارة الثانية؟ بضرب الإشارة الأولى بالثانية. سالب ضرب موجب سالب. يعني الإشارة الأولى نفسها لو كانت سالب بضل سالب لو كانت موجب بضل موجب. الإشارة الثانية كيف بطلعها؟ ضرب الإشارتين اللي موجودات. وآخر شغلة الـ 15 بتقول بينك وبين نفسك انت شو عوامل ال 15 او شو تحليل ال 15؟ يا 15 ضرب واحد ولازم الفرق بيناتهم يكون 8 وهذا الشيء غلط، او 5 ضرب 3 والفرق بيناتهم او مجموعهم يكون 8 وهذا الشيء صح. فبحط العدد الكبير اول شيء والعدد الصغير اخر شيء 5 في 3. هيك نكون طلعنا العبارة التربيعية بكل سلاسة. نشوف السؤال اللي بعده. لو قلنا x تربيع minus 3x plus 2، وهذا السؤال بدي أحلله. هذا السؤال شو بدي أحلله؟ منيجي منحكي العبارة التربيعية ثلاث حبات، حبة x تربيع وحبة x وحبة حد ثابت. منيجي بنفتح قوسين بنقول الاكس تربيع شو تحليلها؟ اكس في اكس. اول اشاره بتنزل سالب. الاشاره الثانيه حاصل ضرب الاشارتين سالب ضرب موجب سالب. تحليل الاثنين اكيد فيش غيرهم اثنين او واحد. وهيك بنكون حللنا العباره التربيعيه. كمان مرة لو حكينا x تربيع plus 5x plus 6، نيجي الآن على هذا السؤال بدي أحلله. نيجي نفتح قوسين ال x تربيع x في x. أول إشارة موجب، موجب في موجب موجب. طيب الستة تحليلها ثلاث ضرب اثنين ولا خمسة ضرب واحد؟ ركزوا معي. أو ستة ضرب واحد سوري. سوري 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 ستة ضرب واحد. أسأل سؤال بسيط، لو طالب أخذ الستة والواحد يا حبايب حط ولا ستة وحط ولا واحد، طب موجب ستة موجب واحد هل بيساوي خمسة؟ إذا حلي خطأ. فبدك تنتبه دائما بس تخلص العبارة التربيعية إنك تجمع العددين مع إشاراتهم. إذا أكيد أنا حاخذ الثلاثة والاثنين لأنه موجب ثلاث وموجب اثنين أكيد بيعطيني خمسة، وهيك بيكون حلي صح 100%. واضح يا طلاب الأعزاء؟ واضح بإذن الله تعالى. تعالوا الآن نيجي مع بعض على العبارة التربيعية في الدوسية ونشوف كيف شغالين عليها. تعالوا نحل أنا وياكم السؤال الأول. السؤال الأول طلع طبعا AX تربيع بلس BX بلس C عوامل C، وأكيد تفتح قوسين X في X. الإشارة الأولى نفس ما هي بتنزل، والإشارة الثانية مضروب الإشارتين، وعامل في عامل C اللي هي الرقم أو الحد الثابت.
نيجي الان مع بعض على الاكس تربيع ماينس 8 اكس بلس 15. نيجي شو بنعمل؟ بنفتح قوسين الاكس تربيع اكس في اكس، اول اشاره سالب تنزل سالب، سالب في موجب سالب، شو تحليل 15؟ 5 في 3. اللي بعديها اكس تربيع زائد 5 اكس زائد 4. نيجي بنفتح قوسين اكس في اكس، اول اشاره زي ما هي، اضرب الاشاره في الاشاره، موجب في موجب موجب، الاربعه تحليلها 4 في 1 لان 2 في 2 مش راح يزبط تطلع مجموعهم 5. تعال نشوف هاي اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 2. تفتح قوسين صغار الاكس تربيع اكس في اكس، اول اشاره سالب زي ما هي، سالب في موجب سالب، الاثنين تحليلها اكيد 2 في 1، لو حطيت 2 في 1 اصح من 1 ضرب 2. نشوف الاخيره بيحكي لي الاكس تربيع ماينس 9 اكس زائد 6. نيجي اللهم صل على سيدنا محمد، لا ماينس 6 اكس زائد 9، هيك ماينس 6 اكس زائد 9، عدلوا عندكم. نيجي بنفتح قوسين الاكس تربيع اكس في اكس، السالب سالب في موجب لا سوري، السالب تنزل، سالب في موجب سالب، التسعة شو تحليلها؟ 3 في 3، وبطلع سالب 3 وسالب 3 مجموعهم سالب 6، إذا حلي صح 100%. هيك بنكون أخذنا كل التحليلات، بيظل علينا العامل المشترك، بننقله إن شاء الله للحصة الجاية. يعطيكم العافية، محبكم الأستاذ أحمد رقاب.